رؤى من أشهر الشخصيات النسائية واللي قدمتها الفنانة المعتزلة نورة في فيلم العار مع الفنان نور الشريف، لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إن نورة ما كانتش المرشحة الأولى للدور ده، وإنها ترشحت للدور قبل بداية التصوير بيومين، وده لأن الدور في البداية كان للفنانة مديحة كامل ووافقت عليه بالفعل، لكنها حطت شروط رفضها المخرج والمؤلف. والحكاية هي إن لما بدأ المخرج علي عبد الخالق يوزع الأدوار اختاروا مديحة كامل علشان تعمل دور رؤى، لأنها بتتمتع بأنوثة طاغية وفيها مواصفات بنت البلد، لكنها طلبت بتكبير حجم الدور لأنها كانت نجمة في الوقت ده وشايفة إن الدور صغير جدا وما يليقش بنجوميتها، وكمان طلبت إن اسمها يتكتب أول اسم بعد نور الشريف، وده اللي رفضه المخرج والمؤلف، فأسندوا الدور للفنانة نورة قبل بداية التصوير بيومين فقط علشان يبقى من أهم أفلامها، وكمان بقى الدور أيقونة بتعبر عن الزوجة المثالية اللي بيحلم بيها أي شاب مصري.